العويسي على هذا التواصل. إذن مشاهدينا الكرام، كعادة هذا المهرجان دائما ما يجمع الأشقاء هنا تحت مظلة التراث وتحت مظلة الأصالة، وانطلاقا من حرص سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أتى التوجيهات السامية بإقامة هذا المهرجان في كل عام. وهنالك أيضا هنا في دولة قطر مهرجانات أخرى، مهرجان سيدي رئيس مجلس الوزراء، ومهرجان آخر أيضا كنا نعيشه قبل أشهر، ألا وهو مهرجان سيدي سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد الأمين. هكذا هي الاستعدادات تجرى لانطلاقة شوط آخر، هو الشوط السابع لمنافسات الجزاع البكار لأشواط عامة لمن يرغب، وأعداد كبيرة تشارك في هذا الشوط سوف تتابعونها بعد أن تتناثر في داخل هذا الميدان على أرضيته الجميلة التي دائما ما قدمت لنا صور ممتازة، مثل ما نتابع هنا على شاشة التلفزيون سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني يتابع حفظه الله هذا السباق، وعدد كبير من الشخصيات والمسؤولين أيضا متواجدين هنا لكي يتابعون هذه الرياضة العربية الأصيلة. إذن ينطلق الشوط السابع بحفظ من الله ورعايته، ونحن في انتظار وصول الكشف لهذا الشوط وتواصل الزميل فايز بن غفان الجابي المعروف براعي مصيحة. إذن الكلمة والميكروفون تنتقل للزميل فايز بن غفان الجابري. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، شكرا للزملاء على التواصل. وها هي الانطلاقة للشوط السابع والأخير في مجموع أشواط هذا المساء ومساء أصحاب السمو الشيوخ، مساء الإذاع، مساء أيضا المنافسة، مساء الصراع أيضا والتحدي. وها هي إذن المسيرة لشوط الوداع تسير، وهذا الشوط خاص بالبكار أيضا لأصحاب السمو الشيوخ، وجائزة هذا الشوط سيارة شفرلي تريل بليزر ستيشن مقدم من اللجنة العليا المنظمة لهذا السباق. أيضا شكرا أيضا لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني أيضا رئيس اللجنة العليا المنظمة لهذا السباق على المتابعة الدائمة لكل شاردة وواردة على أرضية هذا الميدان. ما هي إلا لحظات معدودة ونبحر معاكم في العشرة المراكز الأولى، ولكن هناك أيضا سعيد بن هادي الشهواني أيضا يبعث تهنئة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على هذا الفوز الذي حقق أيضا في هذا المساء، وحققنا حجنا أيضا لانتزاع المراكز الأولى. نبارك لبراشد على هذا الفوز، ونلحق بالمقدمة، نلحق بالصدارة، نلحق بالمركز الأول، وأرى في الصدارة وفي المركز الأول في هذه اللحظات وفي المقدمة وفي الصدارة، وأرى عنيدة في الصدارة وفي المركز الأول للسيد أحمد بن حمد بن حميلة المزروعي في الصدارة وفي المركز الأول ومتمسكة بزمام الأمور في المقدمة. المركز الثاني في هذه اللحظات وفي المركز الثاني متواجدة أيضا اللي هي نشرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمر سعيد بن محمد بن حزيم تلي في المركز الثاني. أما المركز الثالث وأرى في هذه اللحظات مذيارة التابعة لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، يضمر سعيد بن حمد بن دريب الفلاحي، وفي الجانب الآخر هملولة تاتينا في المركز الرابع لسمو الشيخ
مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ايضا مرها السيد سيف بن علي بن كليب الاكتبي في المركز الرابع، وفي المركز الخامس، المركز الخامس متواجدة في هذه اللحظات محبوبة لسمو الشيخ، ايضا اللي هي متواجدة سمو الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان بقيادة يمعة بن عتيق بن كسلة الرميثي في المركز الخامس، المركز السادس في هذه اللحظات اللي هي شرارة في المركز السادس سمو الشيخ ثاني بن حمد الثاني، ضمرها محمد بن خالد العطية لمتواجدة أيضا في المركز السادس، وفي سابع المراكز شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ضمر محمد بن سعيد بن مروشد في هذه اللحظات متواجدة أيضا من الجانب الآخر، وفي المركز السابع في هذه اللحظات اللي هي السايحة، وفي المركز الثامن، المركز الثامن أيضا متواجدة اللي هي في هذه اللحظات لافية لافية لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وسالم بن سعيد بن منان السويدي أيضا مرها. أما المركز التاسع ففي المركز التاسع الفاتنة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، أيضا مر الفاتنة في هذه اللحظات في المركز التاسع، وفي المركز العاشر هو الهجوم القوي في هذه اللحظات وإحراق قادمة بكل قوة، وانتزعت المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، أيضا مر إحراق السيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وفي المركز العاشر اللي هي في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم هي بالصغاني، ضمرها فيصل بن طالب بن شريم المري، انتزعت المركز العاشر. هذه نتائجنا للعشرة المراكز الأولى مشاهدينا الكرام مستمعين الأفاضل، شوط أيضا فيه التحدي فيه الإثارة فيه المنافسة فيه روح الصراع وروح التحدي أيضا، وأحد أبناء القبائل يشارك مشاركة قوية وعنيدة في الصدارة، وفي المركز الأول للسيد أحمد بن حمد بن هميلة المزروعي متصدر قائمة هذا الشوط وعلى رأس حربته في هذه اللحظات. المركز الثاني وأرى في هذه اللحظات التدخل القوي أيضا من مذيار للتابعة لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة وبقيادة الجريء سعيد بن حمد بن دري الفلاحي في المركز الثاني. المركز الثالث نشرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، أيضا مرها السيد سعيد بن محمد بن حزيم بن صغان. في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ضمر فيصل بن طالب بن شريم المري. المركز الخامس هملولة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، أي ضمر هملولة السيد سيف بن علي بن كريب الكتبي، تأتينا في المركز الخامس. وفي سادس المراكز يا مصورنا، المركز السادس هذه اللحظات إحراج في المركز السادس، إحراج نعم قادمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم الرياضي الشامل وعاشق الإصايل، متابعتها وتضميرها عند الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي في المركز السابع. المركز الثامن، المركز الثامن والقدوم أيضا قدوم قوي في هذه اللحظات من سلهودة أيضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، أيضا حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي أيضا مرها لافية في المركز في هذه اللحظات. الثامن لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، أيضا مرها السيد سالم بن سعيد بن منانة السويدي، وفي المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. في المركز التاسع للصايحة يضمر محمد بن سعيد بن مروشد، وفي المركز العاشر تأتينا في هذه اللحظات عذاري لسمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وبقيادة أحمد بن حماد المحيربي، وعود بلا ناق يا فرج، وبنعود إلى المقدمة وألحق بنا بعنيدة وبمزايا أيضا في هذه مذيار وعنيدة لا زالت مسيطرة، كل السيطرة ومعاندة على زمام الأمور، عنيدة للسيد أحمد بن حمد بن هميلة المزروعي اللي في الصدارة في المركز الأول بهذه اللحظات، وفي المركز الثاني وأرى التحدي في هذه اللحظات، وبدأ الصراع وبدأ الحرب
عند الكيلو المتر الأخير، حرب المضمرين، حرب التحدي، حرب الصراع. وأرى في هذه اللحظات إحراج، ولا إحراج في التسلل، لا إحراج في انتزاع الناموس، لا إحراج في الفوز، لا إحراج في أيضا المقدمة والمركز الأول. إحراج لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمرها حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. لا إحراج في الفوز، لا إحراج في الناموس، لا إحراج في انتزاع المراكز الأولى. المركز الثاني شلهودة أيضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، وأيضا بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. يا سلام، ها هي بس يا فزع ما يكفي، خل حق اخوانك بخيره. ولكن الشوط الاخير، الشوط الاخير، وها هي ايضا احراج تصل وتقترب من خط النهايه، معلن الفوز، معلن الناموس. تهانينا والنقطه الخامسه في هذا المساء لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، الرياضي الشامل، عاشق الاصائل، الذي دائما وابدا هذا الشعار الملكي لا تغيب عن الشمس دائما وابدا. المركز الثاني ايضا سلهودة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعيد المكتوم. المركز الثالث من نصيب السايحة لسمو الشيخ حمدان بن راهب سعيد المكتوم. المركز الرابع سمو الشيخ احمد بن محمد بن راهب سعيد المكتوم. المركز الخامس سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب سعيد المكتوم. المركز السادس لهجن الرئاسة. المركز السابع سمو الشيخ مايد بن محمد بن راهب سعيد المكتوم. المركز الثامن سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز التاسع ايضا سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم. والمركز العاشر للسيد احمد بن حمد بن هميله المزروعي في المركز العاشر. هذه نتائجنا للعشرة المراكز الاولى، ذعناها على حضراتكم كاملة مكملة بالوفاء والتمام والكمال. نعود بالتهنئة وبالتوقيت الزمني لصاحب الإنجازات دائما وأبدا، للرياضي الشامل وعاشق الأصايل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز إحراج بالمركز الأول. تهانينا أيضا للمضمر حمد بن راهب بن حمد بن غدير. 9 دقائق 18 ثانية، 5 أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني أيضا لإحراج شلهودة في المركز الثاني، أيضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم. 9 دقائق 19 ثانية، 3 أجزاء من الثانية هو توقيت 3 أجزاء من الثانية هو توقيت الزمني. تهانينا، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم. تهانينا لحمد بن راهب بن حمد بن غدير. المركز الثالث كان من نصيب ثالث المراكز السايحة في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. تهانينا، تهانينا لمحمد بن سعيد بن مروشد المتعب ايضا مضمرها في ثالث المراكز. وها هي انطلاقه جديده من انطلاقات الخير، من انطلاقات المحبه والعطاء، انطلاقه شوط الوداع ايضا ينطلق بعون من الله تعالى وتوفيقه. ولكن الميكروفون للزميل ايضا سعد بن مثل العتيبي ليوافيكم بالتعليق.